أيها الأطفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى دراسة اللغة العربية في الصف الرابع. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, എല്ലാവർക്കും പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതിൻ്റെ തുടക്കം ഒരു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടായാലോ? اجعل اليوم سعيدا وكثير البركات واملئ الصدر انشراحا وفمي بالبسمات واعني في دروسي واداء الواجبات وأنر عقلي وقلبي بالعلوم النافعات واجعل التوفيق حظي ونصيبي في الحياة واملأ الدنيا سلاما شاملا كل الجهات واحمني واحمي بلادي من شرور الحادثات يا إلهي.